ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن هاني، منورنا ومتشرفنا دايما. يا كابتن هاني اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. موسم الحمد لله ولا اروع للنادي الاهلي، خلص امبارح طبعا بعد فوزنا امام النادي المصري 2-1 وتاهلنا لدور قبل النهائي لكاس مصر. محضر لنا ايه؟ لارقام ممكن تكون جديده او الناس مش عارفاها عن موسم اكتر من رائع للنادي الاهلي. بدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي الفوز طبعا واستكمال سلسله الانتصارات في نهايه الموسم بالفوز على النادي المصري، يمكن المباراه كانت صعبه. بنتمنى طبعا كل التوفيق وان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي طبعا يبقى موسم برضه حافل بالبطولات مره ثانيه، وتبقى دي خطوه لبطوله كاس مصر 2023 ان شاء الله البطوله السادسه. يمكن حضرتك الحلقه الماضيه حضرتك كنت اتكلمت مع الباز بخصوص حصاد التطور الهجومي. طيب خلينا النهارده بقى ننتقل لحصاد التطور الدفاعي اللي حصل مع النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر. فممكن لو نستعرض برضه في البدايه خلال اخر اربع مواسم الاهلي خاض فيهم الدوري المصري هنلاقي طبعا ارقام مميزه جدا وهيكون فيها لينا تعليق عليها. هنستعرض مثلا خلال الاربع مواسم دول النقطه الاساسيه ان الاهلي كان فيها اقوى خط هجوم خلال الاربع مواسم، على الرغم حتى ان الموسم الماضي الاهلي خسر الدوري، برضو الموسم اللي قبليه الاهلي خسر الدوري ومع ذلك كان اقوى خط هجوم برصيد 62. يعني حتى في السنتين اللي خسرنا فيهم الدوري كان النادي الاهلي اقوى خط هجوم في الدوري. بالظبط، عشان كده تعليقنا على النقطة الثانية بقى، بالنسبة للنقطة الدفاعية اللي جايين نتكلم عليها النهاردة هنلاقي إن الأهلي طبعًا السنة دي أقوى خط دفاع برصيد 13 هدف بس دخل مرماه، ولكن الموسم الماضي اللي ده اللي خسره النادي الأهلي وكان فيه المركز الثالث واللي قبليه المركز الثاني كان دخل مرماه. طب هاتوا لنا يا جماعة الجدول بتاع النواحي الدفاعية. بالظبط، ما هو هنلاقي ان النادي الاهلي دخل فيه الموسم الماضي 21 هدف بالظبط، الموسم اللي قبله 29 هدف، وهنلاقي ان هو كان بعيد عن حته اقوى خط دفاع. يعني عايزين نقول ان ترجمه الفيديو ده اتفضل. لا يعني مهم جدا ان انت تترجم للناس، لان دايما الناس بتتكلم على قوه الفريق هجوميا، الفريق اللي بيهاجم وعنده قوه هجوميه كويسه هو الفريق اللي بيفوز بالبطولات. يمكن الجداول والارقام بتقول حاجه غير كده. يعني انت بتتكلم ان احنا خسرنا مره او مرتين الدوري واحنا كنا اقوى خط هجوم، وبالتالي لازم الناس تفهم الجزئيه المهمه جدا في العمليه الدفاعيه وثبات الدفاع بشكل كبير جدا. بالظبط، لازم يكون في توازن ما بين عمليه الخطوط الدفاعيه او الناحيه الدفاعيه، مش لازم خط الدفاع بس، انا بتكلم على الناحيه الدفاعيه لجميع لاعبي الفريق، ونفس الكلام يكون عندك اتزان مع النواحي الهجوميه.